سوريا كانت عبر الزمن مهد للديانات وأيضا مهد للحضارات من خلال مسيرتها الحضارية الطويلة. مهما حاول الإرهاب أنه يضرب هالبلد ما قدر أنه يخفت من قوة وعزيمة وإيمان أبناء سوريا بأنه بعد ما خاض الألام هناك ولادة وهناك حياة جديدة. أكيد سلمى، وتحت عنوان صرخة سلام أقيمت صلاة في كادرائية سيدة النياح بدمشق للحملة الدولية لمنظمة كاريتاس العالمية السلام ممكن في سوريا، بالتزامن مع صلاة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بالسويد. للوقوف أكثر على الصلاة معنا بالاستوديو ساندرا عوض مديرة قسم التواصل في المنظمة. بدنا نقول لك يسعد صباحك والسلام صباحكم. أكيد إن شاء الله لسوريا. إن شاء الله أكيد السلام ممكن في سوريا وأكيد في سوريا إن شاء الله. أكيد يسعد صباحك. بالبداية كاريتاس تعني المحبة، خلينا نحكي عن منظمة كاريتاس ونتعرف عليها شوي قبل ما نخوض بتفاصيل الحدث الأخير اللي أقيم. تمام، كاريتاس كلمة لاتينية معناتها محبة مثل ما تفضلتي حضرتك. نحن منظمة عالمية موجودة بتقريبا كل أنحاء العالم، كونفدرالية، هي مؤلفة من 165 دولة. المركز الأساسي هو بروما، هو إدارة عامة، وبسوريا هي يعني كاريتاس بشكل عام هي دائما بأي بلد هي اليد اليمنى للكنيسة الكاثوليكية لمساعدة المحتاجين وتوزيع الإعانات على الكل. بسوريا تأسست عام 1954 بس كان نشاطها متواضع، نشطت شوي بمنطقة حلب والجزيرة وقت الحرب على العراق، وهلأ أكيد من وقت ما بدينا الحرب على سوريا توسع شغلنا مثل بقية المنظمات الإغاثة، صرنا نغطي كافة الأراضي السورية تقريبا، صار عدد العاملين عنا أكثر، عنا مشاريع متعددة منا غذائية، مساعدات أجار، LBC، عنا مشروع دعم نفسي رائع جدا للأطفال بمدينة دمشق، بيعملوا دعم للأطفال عن طريق مسرح الدمى، عن طريق يخلقوا جو شوي فيه أمان وهيك تسلية ليخلوا الولد يعبر عن مشاعره ويطلع من الأزمة اللي هو فيها، بيدوروا على مراكز الإيواء. في عنا مراكز طبية بتغطي كل شيء، مساعدات طبية للعائلات، سواء عمليات جراحية، أدوية، إكس رايز، كل شيء، فحوصات دم. في عنا مشروع دراسي بنساعد بدفع قسوطة مدارس وجامعات للطلاب. في كمان عنا مشروع مساعدة مسنين، تعرفي بالبلد كثير شباب سافر وتركوا أهلهم لحالهم، فهي الفئة كل ما نعم تشوفها عم تكتر وتكتر، فئة المسنين اللي ما عندهم بقى معيل. فكمان عنا مشروع بحلب لمساعدة المسنين، وهي تقريبا مشاريعنا. يمكن رح نحكي أكثر بنشاطات المنظمة، بس خلينا نحكي صرخة سلام شاركت فيها الكنيسة السورية بجميع طوافة، خلينا نحكي من وين إجت الفكرة. هلأ نحن في عنا قبل ما نحكي على صرخة سلام، هي صرخة سلام جزء من الحملة الدولية اللي عاملينها كاريتاس انترناسيوناليس، وهذا الشيء كتير عظيم لأنه موجهينا خاصة لسوريا، السلام مو للشرق الأوسط، مو للبلدان المجاورة، للسلام بسوريا، السلام ممكن بسوريا. نحن عم نشتغل عليها تقريبا من أول سنة 2016 بكل بلدان العالم، عم بيشتغلوا، عم بيوزعوا بروشورات، عم بيعملوا فعاليات، عم بيعملوا حملات سواء تبرع سواء توعية، عم بيطلبوا من الحكومات، الشعب يضغطوا إنه الشعوب تضغط على حكوماتها توقف توريد السلاح لسوريا، توقف ضخ المسلحين والهي كله على سوريا. عم بيعملوا مؤتمرات حتى عالمية مع منظمات UN ليدعوا لفكرة السلام. نحن بسوريا شوي يعني حبينا نشارك بهي الحملة، بس الحقيقة حسينا انه المواضيع اللي نحن بدنا نطرحها بهي الحملة مختلفة. نحن حابين نحكي بفكرة
طبعا برا قلت لك عم بيدعوا لاستقبال لاجئين، وقف تصدير السلاح لسوريا. نحن داخل السوري فكرنا انه نحن ليش ما نبدا بالسلام من ذاتنا، نبدا بالسلام من حالنا من حياتنا، نبدا نتقبل الاخر باختلافه عنا، باختلاف رايه، باختلاف دينه، باختلاف طائفته، نبدا نحاول نحل السلام شوي بحياتنا بالرغم من كل ضغوطات الحياه الصعبه. وعلى هالاساس نحن عم نشتغل على حملتنا. من هون اجت فكره صرخه سلام. صرخه سلام حبينا شوي بمناسبه انه قداسه البابا فرانسيس عم بيزور السويد، بده يشارك بفعاليه مرور 500 عام على تاسيس الحركه اللوسريه، ومخصص بعد ظهر كان صلاه على نيه السلام بسوريا، مشارك فيها اكثر من 10,000 شخص. نحن اكيد شبيبتنا ما رح يقدروا يطلعوا بسبب الظروف والهي، فخطر من هون خطر عبالنا ليش ما نحن نشارك من هون من أرضنا وهي الصلاة كلها لألنا. أكيد. من هون طلعت صرخة سلام. تمام. رح نشوف مع حضرتك مشاهد من خلينا نقول الإيفنت أو الفعالية أو صرخة سلام اللي كانت موجودة من يومين، وكاميرا الإخبارية كانت متواجدة مع زميلة ماتيلدا كربوج ورزت لنا الأجواء التالية. خلينا نتابع. L'invito è di pregare per la pace in Siria e per il suo popolo in occasione di veglie, di preghiere, di iniziative di sensibilizzazione e nei gruppi e nelle parrocchie delle comunità per diffondere un messaggio di pace, un messaggio di unità e di speranza. Alla preghiera poi seguono le opere di pace. الهدف اليوم هو السلام لسوريا. كلنا في جواتنا أمل أن سوريا رح تخلص مشاكلها، وهي الصلاة بس لنطلب من الله تنحل الأمور بالبلد يا رب. الكشاف من أهم أهدافه هي المحبة، فنحن هم مجموعين تحت اسم المحبة، تحت اسم السلام، لحتى نقدر نوصل للبقية وللعالم كله والمجتمع الدولي أنه نحن بنقدر حتى بسوريا تحت كل شيء عم بيصير نحقق السلام. شيء كتير حلو أن نحن كلنا مجموعين اليوم لحتى نصلي مشان السلام بسوريا، ونحن يعني كان الهدف من هي القصة نحن نكون كلنا سوا ككشافات مسيحية بكنائس المسيحية، انه احنا نكون موجودين بهذا القداس اللي بده يعمله البابا. اليوم الكشافات هي اللي تمثل شريحة الشباب بسوريا، واليوم اذا الشباب قدرانين يتغلبوا على كل الوضع اللي عم نعيشه خلال الفترة الماضية، الازمة اللي عشناها، فهذا الشيء هو اللي بيقوي سوريا. يمكن عم نعرض مقتطفات من الصلاة، بس نحن كنا متواجدين ونقلنا الصلاة ونقلنا كتير من أجواء الصلاة بنشراتنا بالإخبارية السورية. خلينا نحكي عن الجو. أكثر من 10,000 مصلي كان بسويد مع السوريين بالكنيسة، كان يمكن في توحد للروح. تمام. السورية قديش فعلا يمكن هي الروح وصلت أو هي الرسالة وصلت، كان في جو من الروحانية بدنا نقول، يعني نحن عم نتابع احنا عم نتابع المقتطفات بنوع من السلام إذا بدنا نقول. تمام. يعني هو كان بالسويد في تقريبا 10,000 مصلي، بالشام تقريبا 2,000 مصلي كنا. انقسمت الفعالية داخل الكنيسة وخارج الكنيسة. داخل الكنيسة عملنا صلوات، طلبات من الشبيبة هن كتبوها، هن قالوها على نية السلام بسوريا، مع مقتطفات من جوقة مار فرام استرياني رتلوا ترتيل خاصة للسلام. طبعا شارك فيها الفعالية ممثل فاتيكان الكاردينال ماريو زيناري،
وطبعا رؤساء الطوائف المسيحية جميع بسوريا، جميع الطوائف حتى الكشافات من جميع الطوائف. هذا الشيء الحلو انه نحن انجمعنا من كافة الطوائف لنعمل صرختنا ونقول للعالم كله انه نحن بدنا سلام بقى بسوريا. فرق الكشفية يعني شاركت سواء بصلوات سواء بمجسمات عملوها بتعبر عن فكرة السلام حسب رؤيتهم وحسب هن ابداعهم الشخصي. نعم كمان سواء بالعزف سواء في فرقة عملت رقص إيمائي عن فكرة الخير والشر، الحرب والسلام. في فرقة عزفت كلاسيك. والأحلى من هذا كله اجتماع الطوائف المسيحية ما كان فقط بهذا الإيفنت بحضورهم. نعملت فرقة للعزف مشتركة من كل فرق العزف الكنسية بالشام، كتير فرق عزف. أخذوا شابين ثلاثة من كل فرقة تدربوا على مقطوعات وتم عزفها خلال هيدا الإيفنت، كان شيء رائع كتير. فبوقتها قدمت قلت إنه نحن منحلم بوحدتنا كمسيحيين، نحلم إنه نحن نتوحد. هالشيء تحقق على صغير بهذا الإيفنت اللي كلنا شاركنا فيه. وهيدا الصرخة أكيد رح توصل لبرا، رح توصل لقداسة البابا فرانسيس طلب يشوفها، ورح توصل كمان لكل شبكة كاريتاس الدولية. هلا بصدد انه نحن عم نحضر المواد وان شاء الله اليوم بين اليوم بكره بتنتقل ان شاء الله. بما انه حكيتي عن مشاركة الفرق الكشفية من جميع الكنائس، خلينا نروح نشوف مشاهد من العروض اللي قدمتها الفرق الكشفية كمان مع زميلتنا متيدا بهالكليب ونرجع. كل يوم بتحلم كيف بدك يا يكون، ترسم له وتخطط له، بالاخير بتذكر انك بازمة، يعني صورة مستقبلها مفروض عليك. كل يوم بتقوم بتكمل حياتك، روح على جامعتك، على شغلك، تنزل على كشافة، بتعطي كل شيء عندك. هواياتك عم تتميز فيها اكثر واكثر، بتقعد ورا البيانو وبتنزل. يمكن كنا عم نتابع العروض اللي قدمها الكشاف السوري في الصلاه. خلينا نحكي عن التنسيق والتحضيرات. هي الفعاليه بهي الضخامه اكيد كان في تنسيق، في تحضير، في جهود مبذوله ومضاعفه على مدار ال 24 ساعه كانت عم تشتغل. فبدنا نوجه تحيه لكل فرد يمكن تابع واستمر بالعمل ضمن ظروف كمان استثنائيه عم نعيشها بالبلد. تمام. هلا اكيد تشكل فريق عمل من كاريتاس سوريا، بس بدي خص بالذكر الأنسيري التجار الله اللي هي كانت اللي عم بتنسق كل شيء ودارت كل شيء وطلعت قد الحمل. وبدي اتشكر كمان فريق العمل كله اللي اشتغل معنا، ومسيو رياض سارجي المدير التنفيذي تبع كاريتاس سوريا. تنسيق كمان صار مع السويد
لأنه بالسويد كنا عم نحاول ننقل مباشر بس ما مشي الحال بسبب أنه هنين أوريدي كانوا حطوا البروغرام تبعهم، فما قدرنا نغير لهم ونقول أنه نحن بدنا ننزل على الهواء عندهم، ولكن نذكر هنيك بالصلاة أنه هلأ منضم لنا من سوريا سواء بالشام أو بحلب عملوا كمان صلاة صغيرة على قدهم. جميع الطوائف المسيحية، جميع الطوائف المسيحية عم تصلي على نية السلام عم تنضم لنا، زائد أنه رئيس كاريتاس سوريا سيادة المطران أودو كان بيل السويد وهو الوحيد اللي قال كلمة مدتها 5 دقائق قدام قداسة البابا بخصوص السلام بسوريا، ونحن خلال الإيفنت تبعنا سجلنا لو ياها طبعا مسبقا بسبب اختلاف الوقت بيننا وبينهم خفنا ما نقدر ننقلها مباشر يصير مشاكل، سجلنا لو ياها مسبقا وعرضناها بالإيفنت. نعم، يعني مثل ما حكينا اليوم كاريتاس وخلينا نحكي صرخ ثالث سلام فعلا من سوريا، ان شاء الله تكون وصلت لكل العالم وان شاء الله بيعم السلام بلدنا عن قريب يا رب. خلينا نحكي يمكن عن المهام الاخرى الملقاة على عاتق كاريتاس بسوريا مختلفة عن كاريتاس بباقي دول العالم. اكيد نحن بقلب الحرب، نحن جزء من هاي الحرب، حتى موظفينا بكاريتاس اللي مهجر واللي فقد حدا عزيز عليه واللي يعني فقد كثير، كل البيوت تأثرت، فهذا اللي بيميزنا عن كاريتاسات العالم. نحن وقتها عم نعطي وكأنه عم نعطي من حالنا، عم نعطي حدا من ابن أولاد بلدنا اللي هن نحن مثلنا مثلهم، هذا اللي بيميزنا عن بقية كاريتاسات العالم. وزائد انه نحن بالحرب قد ما عم نعطي وعلى رغم من تنوع مشاريعنا وعلى رغم انه عم نأدي خدمات، بس دائما بنحس انه نحن عم نقطة ببحر الحاجة، عم نعطي الحاجة اللي وصل للأسف المجتمع السوري بسبب الحرب بسبب الغلاء المعيشة والضغوط. رغم هاي الحالة بس نشوف هاي الصلاة، يعني رغم هاي الحالة اللي عم تحكي عنها بس نشوف هاي الصلاة بنقول قديش في حياة وإرادة طبعاً وتصميم للشعب العربي السوري بجهود كمان نوجه. رجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري. خلينا بالختام نحكي عن النشاطات القادمة للمنظمة اللي عم تحضروا لها بعد هاي الفعالية الضخمة، أكيد يمكن المسؤولية مضاعفة، جهود رح تكون كمان موسعة وأكبر لألكم. أكيد هلأ أكيد بدنا نخطط لإيفنتس لقدام، زائد نحن حابين نعمل مثل ورشات عمل دعم نفسي سواء لموظفينا سواء للمستفيدين اللي بيجوا لعنا من العائلات المحتاجة، سواء للأطفال بالفرق الكشفية من مختلف الطوائف والديانات. عم نشتغل على هالمشروع لأنه مثل ما قلت لك بالبداية نحن بدنا ننطلق من أنه السلام بيبدأ مننا ليعم على الوطن، فنحن لازم نشتغل على حالنا على هدوءنا الداخلي. بالصلاة يمكن قلتي هذا الشيء أنه اللي بيشوف هذا الكم من الناس وهذا السلام الروحي الموجود داخل السوري ما بيصدق أنه نحن موجودين نحن في سوريا حد. تمام يعني كان الفرح كان السلام اللي هي الروح الشبيبة اللي كانت تعطيكي أمل بتحسسك إنه إيه الحرب ببداية نهايتها وإن شاء الله نحنا بطريق السلام بطريق إنه نحنا نرجع بقى نبدأ نبني بلدنا من جديد. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بالختام بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا، شكرا كثير الكسندرا عوض مديرة قسم التواصل بكاريتاس سوريا، شكرا لك. بتشكركم لكم على استضافتكم واكيد معكم صرختنا رح تكون اعلى واعلى أكيد. ان شاء الله. وكاميرا الاخباريه السوريه وبرنامج صباحنا غير اكيد رح يكون متواجد معكم بجميع النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير لكم. اما هلا